بسم الله الرحمن الرحيم. أحبابي، ده هيكون التسجيل الخاص بالمحاضرة الأولى في مقرر الـ Applied Drug Information في كليات ريان، كلية الصيدلة الإكلينيكية. إحنا أخدنا في الكورس المحاضرة الأولى، تمام، كانت بتتكلم عن الـ Concept of Drug Information Services، وبعد كده كان المفترض إن إحنا ناخد الجزء الخاص بالـ Practice اللي هو cases study في الـ Drug Information Service. فإحنا سريعا هشرح المحاضرة من تاني زي ما أنا شرحتها جوه الكلية، وبعد كده هوريكو الجزء العملي بتاعه إزاي يتعمل، وممكن رجاء إن المحاضرة الجاية هتكون يعني أنتوا يكون معاكم اللابتوب علشان نقدر إن إحنا نمارس مباشرة على اللابتوب من خلال الـ Up-to-Date Database الـ Drug Information Request. طيب، المرجع الخاص بالكورس هو أهم مرجع اسمه Drug Information A Guide for Pharmacist. المرجع ده هيكون متوفر على صفحة الكورس المقرر يعني للتحميل، يعني تقدر تعمله داونلود من صفحة المقرر. صفحة فيها المحاضرات بالكامل، بتنزل أول بأول قبل كل محاضرة، وبينزل معاها الشرح الفيديو مماثل لنفس الشرح اللي أنا بعمله داخل المحاضرة في الكلية. كمان بيكون أي resources أو أي educational resources، يعني أي موارد تعليمية، بتكون برضو مرفوعة على نفس الصفحة، صفحة المقرر، تقدر تحملها وتعملها داونلود. طيب، طبعا اكيد فاكرين القطر ده. الدراج انفورميشن بشكل عام هو عباره عن المعلومات الدوائيه. المعلومات دي تخص الميديكيشن زي ما قلنا هي كلمه عامه يقصد بيها الدراج، يعني المستحضر الدوائي والاستخدام اللي هو الدراج يوز. فانا كده معناه اني هتكلم لما اتكلم عن المعلومات الدوائيه اللي هي دراج انفورميشن اقصد سياق معين. السياق ده هو الميديكيشن والميديكيشن يوز. كلمة ميديكيشن أعم من كلمة دراج لأنها بتشمل الأدوية اللي هي المستحضرات الدوائية اللي هي الدراجز، خلاف أو إضافة إلى الميديكيشن الدراج يوز أو الدراج ثيرابي أو الفارماكو ثيرابي اللي هي استخدامات المستحضرات الدوائية في علاج الأمراض. طبعا المعلومات دي بتبقى موجودة على الإنترنت، وأقصد إن هي موجودة على الإنترنت في مصادر موثوقة. بمعنى المصادر الموثوقة هي المصادر اللي تم تحديدها وتصنيفها على إنها مصادر معتمدة لاقتباس أو لاستخدامها كمعلومات كمصدر من للمعلومات الدوائية. طبعا الموضوع ده أتوقع إن أنتوا أخدتوه في الكورس الأول اللي هو Drug Introduction to Drug Information، لكن باب الاحتياط نقدر نحدد إن المصدر اللي منشور عليه معلومات دوائية معتمد وموثوق من خلال بلجن. لو كتبنا مثلا هنا لورا تيدين مثلا. طيب، هنا هتظهر لي مجموعة من المواقع اللي بتحمل معلومات عن اللورا تيدين. مثلا اللورا تيدين من موقع drugs.com. اتاكد ازاي ان الموقع ده معتمد؟ في بلجن اسمه هون كود اهو، هون كود داونلود. ابحث عنه بالشكل ده على الانترنت على جوجل، هيطلع لي هون كود بلجن. لو ضغطت عليه بتعمل داونلود للفيرجن اللي مناسب للبراوسر اللي انت بتستخدمه. انا مثلا بستخدم الفايرفوكس، فنزلت الهوم كود للنسخه بتاعه الفايرفوكس. تمام، لما بينزل الهوم كود ده اللي هو عباره عن برنامج، بيظهر اللوجو بتاعه والايكون بتاعه بالشكل ده، شايفينه اهو ده الايكون بتاع الهوم كود. لو وقفت عليه كده بالماوس اهي هوم كود. طيب، اللي بيحصل ان بعد ما نزل البرنامج اوتوماتيك بيقدر يتعرف على الموقع اذا كان مصدر موثوق ومعتمد للمعلومات الدوائيه ولا لا، من خلال ان الايكون نفسها تكون lighted او activated، منوره زي الشكل ده كده، شايفينه هنا الايكون منوره.
ولو ضغطت على الموقع وفتحته هيتحمل الموقع. شوفوا الايكون بقت لونها منور او بقت colored. colored يعني ملونة. الاول لو شفتوها كانت كده يعني not colored، تمام. بعد ما ضغطت على الموقع، الموقع الموثوق المعتمد، الايكون بقت colored ومكتوب، ولو وقفت عليه بالماوس يكتب ان الموقع ده هوم كود سيرتيفايد، يعني موقع معتمد من الهوم كود، وبالتالي هو مصدر معتمد وموثوق للمعلومات الدوائيه. هنا بقى تتصفح الموقع بشكل كامل وامن، بمعنى ان المعلومات كلها المعروضه على الموقع، طبعا بخلاف الاعلانات اللي زي دي، اكيد دي مش مقصوده يعني، لكن المعلومات كلها اللي موجوده على الموقع معلومات موثوقه معتمده، تمام. طيب نرجع تاني للمصادر. المعلومات الدوائيه اما انها تكون منشوره يعني موجوده على الانترنت من مصادر معتمده وموثوقه، او موجوده في ريفرنس، او انت بتقدر ان انت تبلغها مباشره، بتصنعها داخل الدراج انفورميشن سنتر في صوره ريسبونس، حاجه اسمها الدراج انفورميشن ريسبونس، وده كان موضوع المحاضره الثانيه. طيب الدراج انفورماتكس ايه معناه وايه الاختلاف ما بينه وبين الدراج انفورميشن؟ دراج انفورماتكس معناها هي استخدام التكنولوجيا في تصنيع المعلومات الدوائيه، او استخدام التكنولوجيا في تصنيع المعلومات الدوائيه واداره المعلومات الدوائيه. اقصد بالتكنولوجي اللي هي الداتابيس سوفت وير، البرامج اللي انت بتستخدمها على الكمبيوتر، قواعد البيانات، مواقع الانترنت، كل ابلكيشنز، اي تطبيق، اي قاعده بيانات تستخدمها، دي كل ده صوره من صور التكنولوجيا بتستخدمها علشان تقدر ان انت تجمع معلومات دوائيه، وبعد كده تستخدم المعلومات دي في انك تحللها وتجاوب بيها على ريكوست، دراج انفورميشن ريكوست. ريكوست المقصود بيه سؤال بيجي لك داخل دراج انفورميشن سنتر. وبكده يكون الدراج انفورماتكس هي عباره عن ابلكيشن اوف تكنولوجي ان ذا ديليفري اوف دراج انفورميشن سيرفيس. بعد كده الميديكال انفورماتكس سبيشالست، مين هو؟ هو الشخص اللي بيعرف يشتغل على التكنولوجيا دي وبيطورها. يعني انت كدراج انفورميشن فارماسيست لو عملت فوكس على انك تطور تطبيقات وبرامج تستخدمها في الدراج انفورميشن سيرفيس، بيطلق عليك لفظ ميديكال انفورماتكس سبيشالست، يعني متخصص في الميديكال انفورماتكس، يعني متخصص في تطبيق تطوير البرامج والتقنيات اللي بتستخدم في الدراج انفورميشن سيرفيس. طيب بعد كده الفرق ما بين كلمة drug information و medication information، زي ما قلنا الفرق ما بينهم ان medication تعني استخدام الدواء في علاج حالات مرضية، drug هي عبارة عن معلومات تخص خصائص الدواء فقط. يعني لو انا جالي request في drug information center، السؤال الريكوست ده او السؤال ده question جالي سؤال عن الدراج كومباتيبيليتي، يعني مدى تماسك الدواء في درجات حراره معينه او تخزين الدواء بظروف معينه. السؤال ده مش بصنفه على انه ميديكيشن انفورميشن، بيتم تصنيفه على انه دراج انفورميشن، لان السؤال عامل فوكس على خصائص الدواء. طب لو السؤال جه بشكل مختلف، جه على انه استخدام الدواء في علاج حاله مرضيه، او جرعه الدواء في حاله مرضيه معينه، او تعارضات الدواء او الادويه مع بعض، او تعارضات الادويه مع الطعام مع الفود، او مع الهيرب مع الاعشاب او النباتات الطبيه، السياق ده هو سياق الميديكيشن انفورميشن، وده الاختلاف ما بين الدراج انفورميشن وبين الميديكيشن انفورميشن. ميديكيشن انفورميشن used in place of drug information to convey the management and use of information on medication therapy، يبقى هنا في therapy، لكن الدراج هتبقى medication only او drug only، يعني properties او الخصائص الخاصة بالمنتج الدوائي، الخصائص الدوائية بالمنتج الدوائي. طيب بعد كده الدراج انفورميشن سنتر هو المكان او الوحدة اللي بتتم فيها استقبال طلبات المعلومات الدوائية او اسئلة المعلومات الدوائية، اللي هي drug information question او request. بيكون عبارة عن وحدة من وحدات المستشفى تابعة للرعاية الصيدلية او قسم الرعاية الصيدلية. الوحدة دي بتتكون من كمبيوتر سيستم
ليها انترنت كونكشن وريفرنسز مراجع وداتابيس قواعد بيانات ودراج انفورميشن فارماسيست يعني صيادله. هما اللي بيشتغلوا جوه الوحده دورهم ان هم يستقبلوا الطلبات ويجاوبوا عليها ويحللوها ويعملوا حاجه اسمها دراج انفورميشن ريسبونس، يعني يستجيبوا للرد على الاستفسارات الدوائيه من خلال نموذج معتمد للرد. طبعا النموذج المعتمد للرد ده كان برضو موضوع المحاضره الثانيه. نيجي ل دراج انفورميشن سيرفيس، ايه الخدمات اللي انا ممكن اقدمها او ايه هي السيرفيسز اللي ممكن تتقدم داخل الدراج انفورميشن سنتر؟ اول حاجه ريسبوندينج تو دراج انفورميشن انكويريز. انكويريز يعني كويستشن او سؤال، يعني انا يجي لي سؤال عن الدوز، او يجي لي سؤال عن استخدام الدواء اللي هو اليوزج، او يجي لي سؤال عن بروكوشن اوف يوز يعني احتياطات الاستخدام in pregnancy، precaution of use in pregnancy احتياطات استخدام الدواء في الحمل او اثناء الحمل، او in lactating woman في المرأة المرضعة. كل دي اسمها drug information inquiries او questions، يعني اسئلة تخص استفسارات دوائية. الحاجة التانية، الخدمة التانية اللي بتعملها داخل drug information center هي medication use evaluation، سياسات او رصد نمط استخدام الأدوية داخل المستشفى. طب ليه بنعمل ده؟ أو إيه معنى ده الأول؟ معناه إن أنا لما بيتم استخدام الدواء في نطاق العلاج اللي هو فارماكوثيرابي، لازم أتأكد إن العلاج ده كان فعال وإنه وصل للأوتكم، الأوتكم اللي هي النتائج المرجوة، سواء النتائج دي كانت شفاء المريض بنسبة معينة أو بنسبة كاملة، أو تخفيف الأعراض، أو التشخيص، المساعدة في تشخيص المرض. كل دي عبارة عن clinical outcome، يعني أهداف سريرية المطلوبة في حالة إني بعمل pharmacotherapy treatment أو pharmacotherapy plan. طيب الفارماكوثيرابي ده بيتم إزاي؟ بيتم باستخدام medication، يعني أنا بعمل medication use علشان عندي pharmacotherapy plan على مريض. فأنا لما بيتم medication use لازم أعمل follow up أو monitoring، رصد ومراقبة. رصد ومراقبة لإيه؟ لاستخدامات الأدوية داخل المستشفى، بحيث إني أعمل تشيك ليست أتأكد بقايمة من المعايير إن الاستخدام ده كان آمن فعال وغير مكلف أو غير مكلف للمريض أو للمستشفى. تمام، السياق ده هو بيتحط تحت خدمة من خدمات الدراج انفورميشن سيرفيس اسمها ميديكيشن يوز ايفالويشن، يعني رصد ومراقبة استخدام الأدوية داخل المستشفى بهدف التأكد من الأمان والفعالية وانخفاض التكلفة للمستشفى وللمريض. الحاجة التانية اني بعمل حاجة اسمها Medication Error Detection او Medication Quality Assurance Program. ايه معنى الموضوع ده؟ الخدمة دي معناها رصد الاخطاء الدوائية اللي بتنتج من العلاج الدوائي اللي هو الفارماكوثيرابي، والتأكد من جودة العلاج الدوائي. الخدمة دي بنسميها جوه المستشفى Medication Quality Assurance، واحنا علشان نقدر ان احنا نتاكد من ان في هاي كواليتي للفارماكوثيرابي اللي بيتقدم جوه المستشفى، وحده الدراج انفورميشن سنتر بتشارك في معايير التاكد من جوده العلاج الدوائي. في صوره ايه؟ في صوره خدمه اسمها ميديكيشن كواليتي اشورنس بروجرام. بيتم فيها ايه؟ بيتم فيها رصد ومتابعه الادفيرس دراج رياكشن، يعني التعرضات الدوائيه والأعراض الجانبية الغريبة اللي بتنتج من العلاج الدوائي، أي تفاعلات وأي تداخلات دوائية ما بين الدراج وما بين الدراج الأذر دراجز أو الأدوية الأخرى، أو الهيربال برودكت المنتجات النباتية أو العشبية أو الفود أو الديزيز. كمان بنرصد الميديكيشن ايرور، الأخطاء الطبية أو الأخطاء العلاجية أثناء العلاج الدوائي اللي هي الفارماكوثيرابي بلان. الفارماكوثيرابي بلان بيكون فيها ميديكيشن، الميديكيشن بيستخدم بينتج عن الاستخدام بعض الاخطاء، بيتم رصد الاخطاء دي علشان يتم تصحيحها في المستقبل. دي خدمه من خدمات الدراج انفورميشن سيرفيس. بعد كده الدراج انفورميشن سنتر اعضائه اللي هم الدراج انفورميشن فارماسيست بيشتركوا في تكوين لجنه مع باقي اقسام المستشفى وباقي التخصصات الطبيه اللي موجوده جوه المستشفى اللي هم الاطباء وهيئه التمريض. لما بيشتركوا معاهم بيكونوا لجنه كبيره بيسموها لجنه الفارماسي اند ثيرابيوتيك كوميتي، لجنه الصيدله والعلاجيات. دور اللجنه دي هي ايه؟ هي لجنه استشاريه غرضها هو انه
يحللوا مجموعة القرارات اللي تخص علاج المريض والأدوية المستخدمة في علاجه، بحيث إن اللجنة لما بتجتمع بشكل دوري بينتج عن الاجتماع إنه يكون في قرارات تخص إضافة أدوية، حذف أدوية، التأكد من الـ الأمان، درجة الأمان والفاعلية لبعض الأدوية اللي هي السيفتي والإفكتيف والإفكاسي وهكذا. ده برضو خدمة من خدمات الدراج انفورميشن سنتر، هو إنك تجتمع وتؤسس لجنة اسمها لجنة الصيدلة والعلاجيات. اللجنة بتؤسس من دراج انفورميشن فارماسيست، صيادلة المعلومات الدوائية، مع هيئة التمريض والميديكال سبيشالست أو ميديكال هيلث كير بروفايدر أو اللي هم الأطباء. بيكونوا اللجنة، كل الناس دي بتكون اللجنة وبيقعدوا يتناقشوا موضوعات النقاش اللي أنا قلتها. طيب برضو من ضمن الخدمات اللي بيقدمها الدراج انفورميشن سنتر هو انه بيتم من خلال الدراج انفورميشن سنتر تصنيع وتصميم نشرات توعية دوائية. ايه هي نشرات التوعية الدوائية؟ النشرة بتاعت التوعية الدوائية غرضها توعية المريض عن استخدام الدواء وتجنب الأعراض الجانبية. كمان بتكون نشرة الغرض منها التوعية عن الأمراض، يعني انت ممكن تستخدم النشرة في التوعية عن المرض او التوعية عن المنتج العلاجي او المنتج الدوائي اللي بيتم استخدامه من قبل المريض. النشرات التوعوية دي بتكون صورتها يا اما نيوزليتر، يعني نشرات بتتبعت على الايميل او على البريد الالكتروني، او مطويات بيتم طباعتها داخل المستشفى من خلال الدراج انفورميشن سنتر، او بيكون نشر بابليكيشن، يعني ابحاث منشورة، بحيث ان يكون في ريسيرش، في بحث علمي ممنهج تم داخل المستشفى، نتائج البحث دي بيتم نشرها في مجلة محكمة اللي هي published research article in published paper in published journal in peer review journal، يعني مجلة محكمة بتتم بتعرض الأبحاث بشكل ممنهج، بحيث ان الأبحاث دي يطلع عليها الأخصائيين في جميع أنحاء العالم ويستفيدوا من نتائج البحث. أو عن طريق موقع الدراج انفورميشن سنتر نفسه، بيكون ليه صفحة على موقع المستشفى بيقدر من خلالها المريض أو أي طبيب من خارج المستشفى يلجأ للموقع ويطلب إنه يسأل أو يكون عنده استفسار دوائي خاص بالعلاج، فبيبعت لك الاستفسار وأنت بترد عليه برضو من خلال السيستم أو من خلال الموقع. تمام، دي طرق التوعية الدوائية. الخدمة برضو الإضافية داخل الـ Drug Information Center هي إنك بتعمل حاجة اسمها Investigational Medication Control، بمعنى لو في أدوية بيتم استخدامها داخل المستشفى، وده طبيعي في مرضى في علاجات دوائية، أو 90% من العلاج لأي مريض بيكون عبارة عن فارماكوثيرابي. إن فشل العلاج الدوائي بيتم تحويل المريض إلى العلاج الجراحي اللي هو السيرجيكال ثيرابي أو السيرجيكال انترفنشن، يعني الفارماكوثيرابي ده نوع من أنواع الانترفنشن، نوع من أنواع التدخل العلاجي على المريض. في أنواع تانية، النوع التاني اللي هو السيرجيكال انترفنشن، وفي نوع تالت زي الفيزيكال انترفنشن اللي هو الفيزيكال ثيرابي العلاج الطبيعي. الانواع دي كلها ليها بيرسنت، ليها قيمه معينه او بتحتل حيز من علاج المريض او خطط علاج المريض. الفارماكوثيرابي لوحدها بتمثل 90% من العلاج من علاج المريض، يعني 90% of intervention، 90% من خطط العلاج للمريض بتكون في صورة فارماكوثيرابي. علشان يتم ده، ممكن أثناء الاستخدام تظهر عوارض جانبية ما ظهرتش قبل كده للمنتج الدوائي، يتم رصدها من خلالك داخل الدراج انفورميشن سنتر زي ما قلنا. بعد رصدها انت ممكن تستغل ده في انك تبحث في اسباب ظهور الاعراض الجانبية. بما انك هتبحث فانت هتعمل ريسيرش، وبما انك هتعمل ريسيرش فانت هتعمل انفستيجيشن، فبيسموا الخدمه دي داخل الدراج انفورميشن سنتر انفستيجيشنال ميديكيشن كنترول، يعني البحث في تطوير العلاجات داخل المستشفى والبحث في اسباب ظهور الاعراض الجانبيه وتطوير درجه الكفاءه في التاثير على حاله المريض. كل ده سياق الانفستيجيشنال ميديكيشن كنترول. بعض المستشفيات اللي عندها موارد بحثيه ضخمه بتستغل الخدمه دي من الدراج انفورميشن سنتر
وبتخليهم يشتركوا معاهم في تطوير علاج، زي مثلا دلوقتي الكورونا فيروس منتشر موجود في العالم، في الصين بالأخص. الدراج انفورميشن سنتر ممكن يكون ليه دور ازاي، بانه يجمع ويحصر كافة المعلومات اللي تخص الكورونا فيروس والبريفنشن بروتوكول، اللي هي استراتيجيات او بروتوكولات الحماية من الإصابة بالفيروس، وجميع العلاجات المنشورة عن منشورة يعني في مجلات او في الجورنالز عن علاج الكورونا، ويقدم كل ده بصورة تقرير يستفيد منه الأطباء المعالجين في ان هم يطوروا بالاشتراك مع الصيادلة، يطوروا علاج او يطوروا vaccination system اللي هو نظام تحصين ضد الإصابة بالفيروس. كل ده برضو زي ما قلت هو عبارة عن سياق الـ investigational medication control. الحاجة بقى المميزة برضو من في الدراج انفورميشن سيرفيس هو انك بتجاوب مش بس على الريكوست الخاصة بالدواء، بتجاوب كمان على الريكوست الخاصة بالبويزن. البويزن هو عبارة عن مادة سامة قاتلة للشخص او للانسان بالاخص. البويزن ممكن يكون يا اما مادة غير دوائية زي الديترجنت اللي هي مساحيق غسيل الصحون، او مساحيق او سوائل غسيل الاراضي يعني، او الاسطح. كل دي عباره عن مواد سامه، مواد كيميائيه سامه، لكن هي مواد غير دوائيه. او ممكن يكون البويزن هو عباره عن ليثال دوز اوف دراج، يعني الجرعه القاتله من الدواء. اي دواء انت بتاخده بديفاين دوز، يعني بجرعه محدده، لو تخطيت الجرعه بيتحول تاثير الدواء الى تاثير قاتل، وبنسمي الحد ده اللي هي تقعد الجرعة تزيد لغاية لما توصل لحد، الحد ده بنسميه الليثال دوز، الجرعة المميتة. بعد الليثال دوز أو بداية من الليثال دوز بيتحول الدواء من دواء من دراج أو من ميديكيشن إلى بويزن، إلى سم قاتل، وبالتالي بتحصل حالات إن يكون في حالات تسمم دوائي. زي مثلا في المستشفى عندنا مرة استقبلنا حالة تسمم دوائي لطفل، الأم هي اللي بتبلغ إن طفلها شرب كمية كبيرة من الباراستامول اللي هو الأدول، تمام؟ فالدواء ما كانش مؤمن في شكل في مكان بعيد عن الطفل، فالطفل في بطريقة ما قدر يشرب كمية كبيرة جدا من الباراستامول. فبتتصل على مركز المعلومات الدوائية عشان تقدر إن هي تعرف في الحالة اللي أنت في الحالة دي أتصرف إزاي؟ هل إن أنا مثلا في حاجة معينة دلوقتي أقدر إن أنا أديها له لغاية لما أجيبه المستشفى، ولا اتحرك مباشرة؟ طبعا هنعرف بقى ان من ضمن ادوارك انك تجاوب على نوعية الاسئلة دي، وكمان من ضمن دورك انك كدراج انفورميشن فارماسيست يعني انك كمان تطلب قنوات الاسعاف زي مثلا 911 او 987 علشان تقدر ان هي توصل للمريض اللي عنده تسمم دوائي بشكل اسرع منك، لغاية لما انت تقدر ان انت تستقبله في المستشفى لو كان هو قريب منك، او البلاغ او المريض وصل لك نفسه. طيب، من ضمن الخدمات اللي بيقدمها Drug Information Service هي الإديوكيشن، بمعنى خدمات تعليمية. يعني ايه خدمات تعليمية؟ يعني بتعمل ندوات داخل المستشفى بتعلم بيها الصيادلة وبتعلم بيها الأطباء إزاي يستخدموا الأدوية بطريقة أمثل في علاج المريض، والصيادلة إزاي إن هم يقدروا يعملوا استشارات دوائية على الدواء للمريض. ده بيتم في صورة ندوات تعليمية أو educational event، يعني فعاليات تعليمية الغرض منها نقل معلومات من شخص لشخص، شخص عنده خبرة لشخص أقل خبرة. دي من ضمن الخدمات اللي بتتم داخل الـ Drug Information Center. ايه هي المهارات اللي انا محتاجها علشان اكون good drug information pharmacist؟ محتاج ان انا يكون عندي مهارة تجميع المعلومات والحصول عليها بشكل منسق ومنمق، اني اقدر ان انا اسأل اسئلة بشكل سليم واصيغ السؤال بشكل سليم اللي هي formulate appropriate question، استخدم اسلوب ممنهج في البحث عن المعلومة، يعني معلومة خاصة بالدوز ابحث عنها في المصادر اللي هي drug information resource اللي بتتكلم عن الدوز، زي الاب تو ديت، زي الليكسيكوم وهكذا. معلومه خاصه بالمرض ابحث عن الاب تو ديت فقط. معلومه خاصه بالدراج كومباتيبيليتي مش هبحث عن حاجه من دول، هبحث عن تكست بوك متخصص في الدراج كومباتيبيليتي وهكذا. دي اسمها ده كده بالشكل ده انا كده بستخدم اسلوب ومنهج في الرد على استفسار دوائي.
تمام، دي من ضمن المهارات اللي انت محتاجها كدراج انفورميشن فارماسيست. الحاجه الثانيه، المهاره الثانيه، انك تقدر تعمل كريتيكال ايفالويشن. يعني ايه؟ يعني بتقدر ان انت تقيم المعلومه اللي انت بتطلع عليها. فده معناه لما بتبحث عن مصدر معلومات دوائيه بيحصل لك معلومات، زي ما احنا من شويه كده دخلنا على موقع drugs.com وشفنا فيه معلومات عن اللوراتيدين. المعلومات اللي موجوده دي محتاجه حد يقراها ويقيمها. يقيمها يعني ايه؟ يقيم مدى جوده المعلومه، هل هي صادره من باحث متخصص، من مصدر موثوق، حتى لو كان الهوم كود colored يعني activated ومنور. ده بس الهوم كود بيديك بس ثقة بأن الموقع معتمد، لكن ده لا يغنيك إنك تدخل تقيم المعلومة بنفسك. تقييم المعلومة ليه خطوات، منها إنك تقدر تتأكد إن المعلومة صادرة من باحث متخصص أو من ممارس صحي متخصص. النقطة التانية، قايمة على منهج علمي، يعني المعلومة مصدرها research أو بحث علمي. الحاجة التانية إن المعلومة نفسها بتكون مصدرها evidence-based medicine أو evidence-based approach، يعني المعلومة مصدرها مصدر علمي بيقدم دليل. ودي ليها برضو details، ليها تفاصيل هتكون موضوع المحاضرة التانية، إزاي نقدر نحدد إن المعلومة دي الإيفيدنس فيها قوي ونعتمد عليها في إننا نقدر إن إحنا نقيم المعلومة اللي إحنا بنشوفها على المواقع أو المصادر المعلومات الدوائية. تمام، لحظات بس أعمل بوز. طيب، من ضمن المهارات اللي أنا محتاجها إن أنا أقدر إن أنا أجاوب على الريكوست بشكل ممنهج من خلال ترتيب وتنسيق بعض المعلومات في نموذج معد مسبقا، اللي هو develop and organize and summarize response for question or issues. بيكون في نموذج، النموذج ده اسمه drug information request، drug information response form. النموذج ده من خلاله بقدر اجاوب على اي سؤال او اي استفسار دوائي داخل الدرج انفورميشن سنتر. انت كدرج انفورميشن فارماسيست بتتعلم ازاي تشتغل على الفورم، وبتتعلم ازاي تملاه علشان تقدر تجاوب بشكل علمي، لأن النموذج بيرتب المعلومات بشكل متسلسل يسهل على الشخص اللي سأل السؤال، سواء كان هيئة تمريض أو طبيب أو حتى مريض، إنه يحصل على الإجابة بشكل سلس. دي من ضمن المهارة، دي مهارة من ضمن المهارات اللي أنت محتاج تتعلمها، إزاي تجاوب بشكل منسق أو منظم عن طريق إنك تستخدم نموذج اسمه Drug Information Response Form. وده برضه هيكون موضوع المحاضرة التانية. وبعد كده ترسل الفورم بإحدى الطرق زي الإيميل، أو ترسله عن طريق كمبيوتر سيستم، ويب سايت، وهكذا. طيب، كده مفيش حاجة محتاجين نقولها تاني في المحاضرة الأولى. تمام، كده مش محتاجين نقول حاجة تانية في المحاضرة الأولى. السؤال ده احنا جاوبناه already في المحاضرة، اللي هي الفرق بين medication information و drug information، واحنا قلنا الفرق من شوية. أتمنى يكون الشرح مفيد. إن شاء الله بعد الشرح ده مباشرة هيكون الشرح الخاص بالمحاضرة التانية، المحاضرة التانية. طيب، ده كده كان الشرح الخاص بالجزء النظري. الجزء العملي بتاع المحاضرة نشرحه برضو، علشان كده يبقى ده الفيديو واحد يخص المحاضرة الأولى، سواء نظري أو عملي. لحظات. طيب، طبعا من خلال سؤالي عن
اشتراك الاب تو ديت، عرفت ان احنا عندنا في كلية الريان في اشتراك عام للمكتبة الرقمية السعودية. بالنسبة لاشتراك الاب تو ديت هو غير متوفر في الفترة الحالية، لكن هيتوفر بعد كده ان شاء الله في المستقبل. وبناء على كده احنا كنا محتاجين الاب تو ديت داتابيز، اللي هي قاعدة بيانات الاب تو ديت، عشان نستخدمها في التطبيق العملي للمحاضرات النظري بتاعة الدراج انفورميشن. وعلشان نعمل ده محتاجين يكون عندنا اكسس على الاب تو ديت او قاعدة البيانات الاب تو ديت. فانا اللي عملته اني وفرت لكم الاكسس بتاعي اللي بستخدمه في امريكا في صورة اوفلاين داتابيز، يعني قاعدة بيانات ممكن نستخدمها بدون الحاجة للانترنت. وده طبعا برضو لان في مشكلة في الانترنت سيجنالز او اشارة الانترنت داخل القاعة، فبالتالي هيفيد جدا انك تستخدم الاب تو ديت داتابيز اوفلاين. تقدر تنزل ازاي الاب تو ديت اوفلاين او النسخة بتاعت الاب تو ديت اللي هي مربوطة بالاكسس بتاع الامريكي؟ هتلاقيني انا هديلكوا رابط على الجروب بتاع الكورس اللي احنا متجمعين فيه كلنا. الرابط ده اعمل داونلود للملف، هتلاقي ملف مضغوط مساحته حوالي 900 ميجا، نزله على اللابتوب وفك الضغط بتاع الملف المضغوط وافتح الملف الفولدر، يعني هتلاقي شكله عامل كده بالظبط. لحظات، ده الملف المضغوط. لما تفتحه، لما تفك الضغط، هتلاقي الفايل ده اللي هو up to date، تضغط عليه وتشغله، هيشتغل معاك بدون انترنت تماما. تمام، هيشتغل معاك بدون انترنت. فتقدر تستخدم القاعدة، تقدر تدخل على قاعدة البيانات up to date بدون الاحتياج للانترنت. هتلاقوا برضو القاعدة دي اللي هي الداتابيز دي انا رافعها اونلاين على الموقع بتاع الكورس. مش ده موقع الكورس اللي هو qpharmacy.com اللي هي فيه المحاضرات بتاعتنا كلها سواء الفيديو او الباوربوينت. لو ضغطت هنا على المنيو هتلاقي Drug Information Portal، تضغط عليها تحمل لك برضو هنا تقدر تشتغل عليها. بس الافضل ان انت تنزلها على اللابتوب، لان داخل القاعة ممكن يكون الانترنت كونكشن سيء فمش هتعرف تدخل على الموقع وتستخدمها اونلاين. فانت استخدم الرابط اللي انا هبعته لكم على الجروب بتاع الكورس. الرابط ده تقدر تعمل منه داونلود لقاعده البيانات الاب تو ديت وتشتغل عليها اوف لاين. والمره الجايه اللي هي المحاضره الجايه ان شاء الله جيبوا معاكم اللابتوب وانتم محملين على اللابتوب الاب تو ديت، اعملوا لها داونلود وشغلها عندك على اللابتوب، علشان هيكون في براكتس او في سيشن عملي على الاب تو ديت داخل المحاضره باذن الله. تمام. طيب هنا السيشن الاولى بتاعت العملي هنتكلم عن ازاي نقدر ان احنا نجاوب على Drug Information Response. انواع الاسئله اللي ممكن تجي لنا داخل Drug Information Center ممكن تكون انواع متعدده، لكن احنا كتبنا هنا امثله عامه ممكن توصل لك داخل Drug Information Center في صوره اسئله. الـ type of question، يعني نوع السؤال اللي انت بتتسأله، ممكن يكون حاجة من دول. طبعا مش كل دي، يعني الأمثلة دي ما هياش كل الأسئلة أو كل الأنواع اللي ممكن تتسألها داخل الـ Drug Information Center، في أنواع تانية، لكن دي الـ most common. سؤال بيكون عن الـ adverse drug reaction، الأعراض الجانبية أو الظواهر الغريبة اللي بتطرأ من استخدام الدواء. contraindication، تعرضات جانبية أو موانع الاستخدام. availability، هل الدواء موجود ولا مش موجود داخل السوق السعودي. الدوز، الجرعات، دراج كومبتابيليتي او الاستابيليتي، مدى تماسك الدواء في ظروف معينه، زي مثلا هل ينفع ان انا احط باراسيتامول مع كلوبيدوجريل، هل ينفع ان انا احط مثلا في الاي في ميكشرز، يعني اي في ادويه تتاخد عن طريق الحقن الوريدي، هل ينفع ان انا اعمل مزج ما بين نوعين من الادويه داخل الاي في، اي في انجكشن او اي في انتيوجن. دي بيكون سياق الاسئله اللي من نوع الدراج كومباتيبلتي. دراج انتر اكشن، تعرضات الادويه معروفه طبعا. دراج ثيرابي، يعني استخدام الدواء في علاج مرض معين. فارماسي براكتس او فارماكولوجي، فارماكولوجي يخص الفارماكوجينيك والفارماكوديناميك. فارماسي براكتس يخص الخدمات اللي هي خدمات الرعايه، زي ايه؟
زي مثلا هل المريض يحتاج hospitalization تنويم داخل في المستشفى، او المريض يحتاج ان هو يتعرض على اخصائي تاني. دي نوعية الاسئلة اللي انت بتجيلك في نطاق او في سياق الفارماسي براكتس. فاحنا ليه بنعرف الكلاسيفيكيشن ده؟ بنعرفه علشان اول خطوة من خطوات الاجابة على السؤال هي اننا نعمل كلاسيفيكيشن. كلاسيفيكيشن يعني تصنيف للسؤال، بحيث ان السؤال يكون نوع من دول، وبالتالي ابدا اتحرك، لان كل نوع من ده ليه ريسورس او ليه مصدر معلومات انت بتبحث فيه عشان تجاوب على السؤال. فعشان كده محتاج اولا انك تصنف السؤال نفسه. ده سؤال هنبدا ان احنا نجاوبه من خلال البحث في قاعده البيانات الاب تو ديت. هنا السؤال بيقول what medication is recommended for the initial management of fibromyalgia syndrome. ايه هو العلاج المبدئي اللي ممكن تنصح بيه علشان اقدر اعالج مرض اسمه fibromyalgia syndrome؟ عشان اقدر اجاوب على السؤال ده كل اللي بعمله اني ابحث في الاب تو ديت. طيب ابحث ازاي؟ ابحث عن كلمه medication، ولا ابحث عن كلمه management، ولا ابحث باسم المرض؟ السؤال ده الاول تصنيفه ايه؟ تصنيفه هيكون what medication. what medication يعني بيسأل عن علاج لحالة الفايبروماليجيا سيندروم. فمعنى كده ان السؤال ده تصنيفه drug therapy، مش هيكون drug، لا drug therapy، يعني بسأل عن علاج، استخدام علاج دوائي في حالة مرضية معينة. الحالة المرضية بتاعتنا في المثال ده هي الفايبروماليجيا سيندروم. طب ازاي اقدر ابحث او اعرف ايه هو الميديكيشن او العلاج المطلوب في حالة الفايبروماليجيا سيندروم؟ باخد كلمة فايبروماليجيا سيندروم، بدخل على الاب تو ديت، بعمل بحث، هيجي لي هنا معلومات عن الفايبروماليجيا سيندروم. هنا مكتوب treatment of fibromyalgia in adult، وبعد كده هنا لقيت اهو initial treatment of fibromyalgia in adult. طيب هو هنا كاتب in adult، ليه كاتب in adult؟ لان بشكل عام السؤال ان لم يتم ذكر ان المريض شخص طفل، فبعتبر الديفولت الطبيعي ان المريض عندي بيكون adult بالغ. هنا ما كانش مذكور، فبالتالي بعتبر ان المريض اللي بيتكلم عنه او بيقصده في السؤال هو مريض بالغ. يعني انا ممكن اعتمد على الاجابه دي في اني اخد المعلومات اللي فيها واعتبرها ريسبونس للسؤال ده. تمام، اضغط هنا initial، هيجي لي اهو الاجابه initial treatment of fibromyalgia in adult. هنزل تحت شويه او اجي هنا اكتب اضغط على initial treatment. الاب تو ديت بشكل عام بتتقسم الى right وليفت. الرايت بتكون المعلومه نفسها في صوره سكرول داون، يعني انزل كده كده كده، او الليفت منيو. الليفت منيو اللي هي القائمه الجانبيه على اليسار، دي بيكون فيها عناصر المعلومات اللي موجوده متقسمه في صوره سيكشنز، بتسهل عليك الوصول للمعلومه بشكل اسرع بدل ما تقعد تعمل كده. لان هنا لو هتقعد تعمل سكرول داون هتنزل، يعني هتقعد وقت قبل ما توصل للمعلومه اللي انت عايزها. انا عايز معلومه محدده الانيشال تريتمنت، اضغط على انيشال تريتمنت، هيجي لك ان تريتمنت اوف فايبروماليجيا از دايركتد ات ريدوسينج، وكلام بقى ايه بيتكلم عن العلاج. طب فين برضو ايه العلاج اللي بنستخدمه؟ حتى الان لسه ما جابش اي علاج او ما ذكرش اسم دواء، اعرفه ازاي؟ تقرا شويه تحت هنا كده هتلاقي selection for first drug therapy anticonvulsions، وبعد كده معلومات تخص المريض. يبقى العلاج دي كانت ديباجة، الجزء ده كان ديباجة. تمام، وبعد كده بعد الديباجة دي بينزل شوية تحت وبيبدأ يسرد الأدوية اللي بتستخدم في حالة الفايبروماليجيا سيندروم. لو ننزل تحت شوية كده هنلاقي هنا أول حاجة هي دي، تمام كده، اللي هي tricyclic antidepressant and related drugs. ده يبدأ من هنا العلاجيات اللي بتستخدم في حالة الفايبروماليجيا. تمام، وهكذا. دي هتبقى إجابة السؤال ده. طيب
السؤال التاني بيقول what is the dose of tiotropium bromide اللي هو سبايريفا for the patient with chronic obstructive pulmonary disease. patient عنده COPD واحنا عايزين نعرف واحنا عايزين هنستخدم معاه medication او دواء اسمه tiotropium bromide اللي هو اسمه التجاري سبايريفا. عايزين نعرف الجرعة بتاعته في حالة مريض يكون عنده COPD. طيب الكلاس بتاع السؤال ايه؟ نرجع هنا هنلاقي كلاس السؤال دوز. طيب نيجي هنا دوز لإيه؟ للدواء ده اللي هو تايتروبيوم بروميد. هل المرة دي أبحث عن العلاج عن يعني أعمل زي السؤال الأول أبحث باسم المرض اللي هو كرونيك obstructive pulmonary disease عفوا ولا أبحث بالدواء؟ المرة دي السؤال بيتكلم عن دوز دوز لدواء معين، واحنا قلنا كلاس السؤال دوز، فبالتالي ابحث المره دي في الاب تو ديت باسم الدواء نفسه اللي هو تايبروبيوم برومايد. لو جينا هنا كتبنا تايبروبيوم برومايد، بعد ما اختار تايبروبيوم برومايد المره دي مش هختار من هنا. ليه؟ لان انا عايز معلومات عن استخدام الدواء في حاله السي او بي دي، فهضغط على كلمة Tiotropium Drug Information هتجيني كل المعلومات الخاصة بالTiotropium، وآجي بعد كده هنا أضغط على كلمة Dosing هتجيني الدوزنج بتاع الأدلت. طبعا أنا اعتبرت إن البيشنت أدلت لأن لم يذكر في السؤال إن البيشنت بيدياتريك، فالديفولت إنه يكون أدلت. جات لي الجرعة، الجرعة في حالة الأزمة ولا في حالة الـ COPD؟ الحالة بتاعتي هنا هي Chronic Obstructive Pulmonary Disease اللي هي COPD أهي. الـ COPD آدي الاسبايريفا في نوعين منه لأن هو عبارة عن Inhaler. الانهالر في هاندي Inhaler وفي ريسبيمات، ده نوعين من الانهالر كل واحد فيهم ليه جرعة، فهتكون الإجابة للسؤال ده إنك تاخد الاتنين دول تمام تعمل لهم كوبي وتحطها كإجابة بيست للشخص اللي بيسأل. طبعا الإجابة مش عبارة عن كوبي بيست، الإجابة أنا بقول لك على سبيل المثال يعني لتبسيط الموضوع إنك بتاخد الجزء ده كله كده وبتنقله لصفحة بلانك، ممكن تكون الصفحة دي فايل وورد بتاخد التكست ده تعمل له كوبي بيست، ممكن تضيف عليه معلومات تانية، ممكن تحذف منه، ده بيتم وحتما لازم يتم، لأنك مش بس بتعمل كوبي بيست، أنت بتاخد النص اللي انت هتستخدمه علشان تحلل البيانات اللي انت ظهرت لك دي، بالنسبة لك عبارة عن بيانات مش هتاخدها زي ما هي، هتاخدها تنقلها في مكان تاني علشان تعمل لها filtration او تعمل لها analysis. analysis يعني تحليل، بحيث انك تحذف منها تضيف ليها علشان اللي هيقراها اللي هو الشخص اللي سأل لما يقرأ اجابتك هيقراها بشكل سلس ويسير بحيث انه يعرف الجرعة او يعرف الاجابة بشكل سريع. تمام كده يبقى دي إجابة السؤال الثاني. نيجي للسؤال الثالث. 25 years old pregnant woman، امرأة عندها 25 سنة وحامل، عندها فين بتاع دسلوراتيدين، ايوه عندها سينايت. الطبيبة بتاعتها محتاجة تديها دسلوراتيدين. طيب المفترض السينيسايتس ده allergic disorder يعني مرض يستدعي تفاعلات حساسية داخل الجسم، بس المشكلة ان المرأة دي حامل pregnant، فاحنا مش عارفين السيفتي بتاع استخدام الديسلوراتيدين في حالة لو كانت ديسلوراتيدين في حالة لو كانت المرأة دي حامل. تمام، هل ممكن مرأة حامل عندها سينيسايتس نديها ديسلوراتيدين ولا لا؟ فالسؤال هنا بيتكلم عن السيفتي. What no idea about its safety in pregnancy. What is your recommendation؟ ده السؤال. What is your recommendation؟ ايه معنى what is your recommendation؟ يعني ما هي توصياتك في استخدام الديسلوراتيدين في حالة سينيسايتس لامرأة حامل عمرها 25 سنة؟ طبعا عشان اقدر اجاوب على السؤال ده ببحث في الاب تو ديت. المره دي هبحث بكلمه سينيسايتس ولا ابحث بديسلوراتيدين؟
بما إن السؤال بيتكلم عن توصيات والتوصيات دي تخص استخدام الدواء، يبقى الكلاس بتاع الدواء ده، الكلاس بتاع السؤال ده إيه؟ الكلاس بتاع السؤال هيكون دوز ولا دراج ثيرابي؟ دراج ثيرابي. كلمة دراج ثيرابي تشمل معاني كتير، استخدام الدواء، استخدامه بشكل آمن، استخدامه في حالات معينة زي استخدامه في حالات خلل وظائف الكلى، خلل وظائف الكبد اللي هي الأشخاص اللي عندهم رينال impairment أو ليفر impairment أو البريجنسي واللاكتيشن، المرأة الحامل أو المرأة المرضعة. فمعنى كده إن الكلاس بتاع السؤال ده بيكون دراج ثيرابي. طيب نرجع تاني للسؤال، ناخد الديسلوراتيدين، نروح للأب تو ديت، نبحث عنه هنا، نضغط على ديسلوراتيدين دراج انفورميشن. من القائمة اللي على اليسار هيجيني جرعة الديسلوراتيدين للناس اللي عندها رينال امبيرمنت، خلل في وظائف الكلى، جرعة الديسلوراتيدين للناس اللي عندها خلل في وظائف الكبد، هيباتيك امبيرمنت. ننزل تحت شوية هنلاقي نفس الجرعات بس في حالة الأطفال. ننزل كمان تحت هنلاقي اوف ليبل يوز، الاستخدامات الغير مسجلة للدواء، يعني المفترض ان الدواء بيستخدم كأنتي أليرجيك لكن ممكن ليه استخدامات اخرى، بس الاستخدامات الاخرى دي غير معتمدة من الجهات العالمية فبنسميها اوف ليبل يوز. ننزل تحت شوية نلاقي pregnancy risk factor، هل ينفع ان انا استخدم الدواء ده مع المرأة الحامل ولا لا؟ طبعا في حالتي هنا هو ده غرض السؤال، هل ينفع استخدم الدواء ده مع حامل ولا لا؟ لو ضغطت على pregnancy risk factor بيجيب لك ان الدواء ده بيصنف على انه class C في حالة استخدامه مع المرأة الحامل. لو ضغطنا على كلمة show table هيجيب لك الكلاسز بتاعة الدواء. class C risk cannot be ruled out، يعني معنى ايه risk cannot be ruled out؟ either studies in animals have revealed adverse effect on the fetus teratogenic or imperiocidal effect or together and there is no controlled study in women or study in women and animals aren't available. Drug should be given only if the potential benefit justifies the potential risk to the fetus. طيب هو المفترض ان كل ما الكاتيجوري هنا يوصل لX يعني ينزل لتحت بعتبر ان الدواء ده خطير ولا آمن؟ لا، أأمن كاتيجوري هو الA وأخطر كاتيجوري هو الX، فبالتالي هو هنا في النص، لا هو آمن ولا هو خطير. طب ده معناه ايه؟ معناه ان انا هبلغ الشخص اللي هيدي ديسلوراتيدين للمرأة الحامل ان تدي الدواء عند الضرورة، مش بيسموه كده if necessary، يعني عند الضرورة. عند الضرورة معناها ايه؟ يعني في حالة تزايد الحساسية عند المرأة الحامل والتزايد ده بقى noxious يعني ضار ومؤلم وبيأثر على الكواليتي اوف لايف، يعني على الوظائف او المهام اليومية للشخص الطبيعي، في الحالة دي ممكن ألجأ للديسلوراتيدين وأديه للمرأة الحامل. طب في حل تاني؟ الحل التاني اني استبدل الديسلوراتيدين بدواء تاني. يبقى مبدئيا عرفت ان هو كلاس سي من خلال الجزء ده. طب ازاي اقدر استبدله بدواء تاني يكون بديل وآمن على الحامل؟ نقدر نطلع فوق ونشوف حاجة اسمها pharmacologic category، يعني التقسيم الدوائي في علم الأدوية. المفترض ان الدواء ده ليه كلاس، ليه أب. الأب ده هو عبارة عن سيكشن كبير جواه الديسلوراتيدين واخواته. فأنا عشان أقدر أعرف مين الأب داخل علم الأدوية للدواء ده بضغط على كلمة pharmacologic category. لما نضغط عليها بنلاقي الأب بتاعهم اسمه هيستامين H1 antagonist والسكند جنريشن اللي هو بيبريدين ديريفاتيف. طب أعمل إيه عشان أعرف العيلة بتاعت العيلة دي أجيبها منين اللي هي عيلة البيبريدين ديريفاتيفز؟ كل اللي بعمله إني باخد كلمة بيبريدين ديريفاتيفز وببحث عنها في الأب تو ديت. تمام، أو يعني المفترض هنا نجيب كلمة
ننزل بتاع. طيب لو عملنا هنا كده المفروض ان تبقى هايبر لينكد واضغط عليها تفتح لي، لكن شكلهم في الفيرجن الجديد ما بقاش الرابط ده، كان المفروض يبقى هايبر لينكد. لو اخدنا البي بريدين ديريفاتيفز وبحثنا عليها في جوجل، نكتب بي بريدين ديريفاتيفز دراجز نكتب H1 antagonist دخلت على موقع drugs.com اللي up to date كان او كان في الاول بيبقى فيه روابط هايبر لينكد يعني مفعله، لو ضغطت عليها تجيب لي قائمه الادويه اللي هي في نفس التصنيف الدوائي اللي هي الفارماكولوجيكال كاتيجوري بتاعها، دلوقتي مبقتش موجوده. لما دخلت هنا جايب لي جميع الادويه اللي هي بتستخدم كانتي هيستامين، تمام، اللي هي انتي هيستامينك. بس برضو دي معلومات جينيريك. طيب ممكن ناخد اي بديل من دول، ممكن ناخد مثلا سيتريزين، ونبحث عنه في الـ up to date. systemic لأن في منه eye drops، نتأكد إن هو ينفع استخدامه في sinusitis. أهو اللي هي اليوزر الدوزنج في الادلت، رينايتس كونجكتيفايتس اليرجيك برضو رياكشنز. طيب لو عملنا هنا كده دي ادريس دراج رياكشن الاوف ليبل يوز، ننزل تحت شوية نشوف الكلاس بتاعها في البريجنانسي. warning and precaution. مفيش معلومات عنه. pregnancy يعني. لقينا برضو ان هو
ينفع يستخدم لكن بلو دوز، تمام؟ ده ممكن يكون بديل آمن عن استخدام الديسلوراتين. بنفس الطريقة ممكن نبحث برضو، يعني هنا في بدائل كتيرة زي ما قلنا، أو ممكن ببساطة على الإنترنت تكتب الديسلوراتيدين اللي هي H1/2 antagonist، تكتب list H1/2. ممكن ناخد مثلا فيكسوفينادين بدل ديسلوراتيدين، نبحث عنه برضو. ننزل تحت شوية، بيستخدم في الـ upper respiratory allergy، منها sinusitis. ننزل تحت نشوف استخدامه في pregnancy خطير ولا متاح. هنا برضو قال لك إن ممكن تستخدمه لكن بلو دوز، يعني تقدر تكرر نفس الفكرة لغاية لما تنهي كل إيه، كل الليست بتاعت ال H1 antagonist، وتعرف هيستامين H1 antagonist، وتعرف مين هو أأمن واحد في الاستخدام في حالة الحمل، تمام؟ ده كده هتكون إجابة السؤال التالت. طيب طبعا في طرق تانية نقدر نعرف بيها غير الـ up to date، زي مثلا إن احنا ندخل على قاعدة البيانات اللي هي، بس دي عفوا، نقدر إن احنا نستخدم الـ textbook. لو ما لقيناش الإجابة في الـ up to date، نقدر ندخل على الـ textbook دي اللي هي drugs in pregnancy and lactation. وعلشان كده احنا قلنا لازم يكون في عندنا تنوع في المصادر المعلومات الدوائية، يا اما قواعد بيانات زي الاب تو ديت، يا اما مراجع زي التكست اللي هي التكست بوك او المراجع اللي زي كده. انت بعد ما تكون دراج انفورميشن فارماسيست في المستشفى، المصادر دي كلها تكون متاحة في المستشفى، سواء في صورة ورقية او في صورة الكترونية، واتوقع بشكل كبير صورة الكترونية. تقدر تفتح التكست بوك، تدور تعرف ايه البدائل اللي ممكن تستعيد بيها عن استخدام الديسلوراتين. خليني أجرب كده قاعدة البيانات النسخة القديمة، أو النسخة اللي هي اللي أنا رافعها على موقع الكورس. أتوقع بشكل كبير الديسلوراتيدين، سوري، الروابط هناك كانت مفعلة. برضه نفس الفكرة، يبقى هما زي ما قلت لكم، كان الأول الروابط دي كانت مفعلة وبعد كده ما بقتش، كانت بتسهل يعني على الواحد إن هو يعرف الليستنج بتاع الأدوية بشكل سريع. أنا جبتها أهي من على جوجل. طبعا المصدر ده مش محتاج إن أنا أشوف الهوم كود، لأن already دي معلومة مش طبية. What medication in the drug class H1/2 antagonist second generation؟ هي دي الأدوية، لوراتيدين، فينوكسيدين، ديسلوراتيدين. كل الأدوية دي بقى ممكن إيه تجرب فيها. إحنا لغاية دلوقتي شفنا ثلاثة، فينوكسيدين والديسلوراتيدين والزيرتك اللي هي سيتريزين. ممكن نلاقي بأدوية تانية كمان.
تمام. طيب السؤال الرابع: امرأة مرضعة عندها 23 سنة was diagnosed with depression، عندها اكتئاب، الطبيبة بتاعتها عايزة تديها باروكسيتين بس خايفة من الأمان، يعني خايفة إن هي تديها الدواء يكون غير آمن. نفس الفكرة، تاخد الباروكسيتين تروح للأب تو ديت، تبحث هناك عن الباروكسيتين دراج انفورميشن، تنزل تحت شوية هنا عن البريجنانسي، بريجنانسي ريسك فاكتور دي اكس، لو ضغطت على كلمة شو تيبل دي يعني في ممكن يكون كونترا انديكيتد واحيانا بوزيتيف ريسك، يعني في ايفيدنس على انه ممكن يعمل ريسك، يبقى الاجابة بتاعتك ان انت ما ينفعش ندي الست دي ان هي يكون عندها، خلي بالك احنا دورنا في البريجنانسي المفروض ان هي بريست فيدنج، فاحنا ننزل تاني كده نشوف هل في بروكوشن للبريست فيدنج، بريست فيدنج paroxetine is present in breast milk. The relative infant dose of paroxetine 5.6% when calculated using the highest breast milk concentration located and compared to the weight adjusted marginal dose of 50 mg per day. In general, breastfeeding is considered acceptable when the RDA less than 10. معنى كده ان هو هنا بيقول لك شفت احنا لما شفناها في البريجنسي ما ينفعش ان هو يتاخد في البريجنسي، لكن هنا كانت بريست فيدنج يعني امراه مرضعه، في حاله لو كانت امراه مرضعه عايزه تاخد باروكسيتين ممكن، لكن نراعي ان تكون الجرعه منخفضه علشان ما تنزلش في الحليب لو هي كانت بترضع، بما انها بريست فيدنج يعني امراه مرضعه فوارد ان الدواء ينزل في الحليب اللي بيرضعه الطفل، وفي الحاله دي لازم نراعي ان الجرعه اللي بياخدها الطفل تكون اقل من النسبه دي كده. دي هتبقى اجابه السؤال بتاع السؤال الرابع. طيب السؤال الخامس: انت you are astonished، اتفاجئت بانك لقيت دوكساسوين in urology consultant prescription، وصفة طبية جاية من طبيب مسالك بولية موصوف فيها دوكساسوين. طيب الدوكساسوين المفترض ان هو بيستخدم كانتبيوتيك، هنا هو non hypertension female patient يعني ما عندهاش hypertension ومع ذلك مكتوب لها دوكساسوسين. ايه ممكن يكون الغرض من استخدام الدوكساسوسين؟ يعني السؤال ده الكلاس بتاعه ايه؟ لو طلعنا الكلاسز drug therapy برضو لانه بيتكلم عن اليوزج او بيتكلم عن استخدام الدواء، هل يعني يقصد بالسؤال ده هل يجوز استخدام الدوكساسوسين في مريض مش hypertension؟ طب وايه يكون استخدامه؟ فناخد دوكساسوسين نبحث عنه في الاب تو ديت، نكتب دوكساسوسين دراج انفورميشن، في الحالة دي ننزل نشوف الدوزين في الادلت، طبعا هي ادلت لان هي patient وما ذكرش اذا كان بيدياتريك ولا ادلت، فبالتالي الديفولت بتاعنا ادلت، ننزل هنا نشوف ان الدوزين بتاعته اهي في حالة لو كان immediate release extended release هنا في ال hypertension ليه off label use. off label use يعني استخدام غير مصرح به أو غير معتمد. ال off label use بيستخدموه في ال calculi expulsions يعني تفتيت الحصاوي، واحنا لقينا الدواء ده مكتوب فين؟ في وصفه طبيه من طبيب مسالك بوليه، يبقى وارد يكون الدوكساسوسين تم توصيفه بشكل سليم، ودي ما مش هنعتبرها ميديكيشن ايرور لان هو لا يستخدم فقط في حالات الهايبرتنشن، لكن بيستخدم ايضا في اليوريترال كالكولاي اكسبلشن اللي هو تفتيت الحصاوه اللي موجوده في الحالب، والجرعه بتاعته بتكون في 4 مللي جرام وانس ديلي، وبعد كده المفترض ان البيشنت with stone more than 10 مليمتر، البيشنت اللي عندهم حصوات في الحالب اكتر من 10 مش هينفع نستخدم معاهم الدوكساسوسين. يبقى معنى كده ان
التوصية بتاعتك إن يجوز استخدامه كأوف ليبل يوز في تفتيت الحصاوي الحالب، لكن مع المرضى اللي أقل من 10 مليمتر حصاوي، حجم الحصوة تكون أقل من 10 مليمتر. دي كده هتكون الإجابة بتاعتك، إجابة للسؤال ده. كده يبقى إحنا شرحنا الجزء العملي والجزء النظري بتاع المحاضرة الأولى. أتمنى إن شاء الله الشرح يكون عاجبكم دقايق، ويكون الشرح ده مرفوع على الموقع بتاع المحاضرات، موقع الكورس. بعتذر عن التأخير في الرفع، لأن الأسبوع اللي فات كان عندي سجلت فعليا كل اللي أنا قلته ده، سجلته قبل كده وجيت بعد كده أرفعه. بعد ما اترفع لقيت الصوت سيء جدا وكان فيه تقطيع، فعرفت إن كان فيه عندي مشكلة في الدرايفر بتاعت اللابتوب. اضطريت بقى إن أنا أصلح المشكلة دي، وعشان كده اتأخرت شوية في إن أرفع الفيديو. إن شاء الله يكون الشرح ده مفيد ليكم، وهرفعه حالا دلوقتي على اليوتيوب وهرسل لكم الرابط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.